انطلقت فعاليات معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية 2017 في مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات وبحضور وزراء النقل والمواصلات من دول خليجية وعربية وعالمية، حيث يجمع المعرض العاملين في صناعة السكك الحديدية بهدف التعلم والتواصل واكتشاف الفرص الجديدة. فتحت لنا مجال أو فرصة أن نتقابل مع أكبر الشركات العالمية في مجال السكك، في مجال البنية التحتية، في مجال القطارات، صناعة القطارات ومكونات الشبكة بشكل عام. التحديثات طبعا مجال السكك الحديدية يتطور عام عن العام اللي يسبقه. تابعنا المنسجات مع الموردين، فتح لنا مجال للرؤية أو للتطوير المجال السككي لدينا. أولا أشكر القائمين على هذا المعرض، ثانيا صراحة انبهرت يعني من التنظيم، التنسيق الموجود، الشركات اللي بكثرة، المصانع، يعني في ناس صراحة يعني كنا نسمع فيهم ولا نعرفهم، فتفاجئ يعني يوم جينا الحمد لله يعني عرفناهم، وذا بحكم انه يصير تطور لنا في أعمالنا وفي المصانع العام بشكل عام وفي الأنظمة المتقدمة اللي صايرة ما شاء الله الآن. يعني السنة هذه أتوقع يعني أنا ما صراحة يمكن أول مرة أحضر، لكن زملاء كثير كانوا جايين قبل أو إني كنت أطلع اللي كان قبل، لكن السنة هذه إحساس يعني إنه أحس إنه يعني إن شاء الله إنه أفضل والقادم أفضل أتوقع إن شاء الله. يستمر المعرض على مدار يومين، ويعتبر من أكبر المعارض الخاصة بخدمات النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة، ويستقبل المعرض أكثر من 10,000 زائر و800 شخصية من كبار الزوار و400 عارض. نحن بنشارك فيه تقريبا كل سنة، هاي السنة كل ما بيتطور بشكل أكبر، تطور من كونه معرض على مستوى الدولي أوكي ليكون خلال السنوات الماضية مستوى إقليمي، وهي السنة من الحضور ومشايف حضرتك من الشركات المشاركة فيك تعتبره صار من المعارض العالمية بالعالم. من خلال السنوات الماضية وتقريبا من 2015-16 وهلا ب 2017 صار فيه اهتمام كبير بهي الصناعة، صناعة أو الخدمة، خدمة النقل بالذات السكك الحديدية، والاهتمام الكبير بوجود تكنولوجيا متطورة جدا عشان تساندها. وتضم الفعاليات لهذا العام منطقة العروض التوضيحية، حيث يتم فيها عرض المنتجات الجديدة والمثيرة، ويمكنك مقابلة أفضل الشركات المحلية الراغبة في الدخول إلى السوق في منطقة الشركات الصغيرة والمتوسطة. أما منطقة المسيرة المهنية فهي مخصصة للطلاب الباحثين عن إمكانية العمل في صناعة السكك الحديدية، بينما يمكنك مقابلة نظيرك من الشركات الأخرى من مختلف أنحاء العالم في منطقة الأجنحة الدولية.